بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهل تأخرنا كثيرا حتى نصل إلى هذه الجلسة الختامية؟ قد تكون هذه الجلسة، مع احترامنا وتقديرنا العالي للجلسات السابقة، مسك الختام. أما التأخر فقد قيل عنه في قصائد الرثاء إنه مديح تأخر حياة كاملة. ومن وحي هذا القول أقول إن ما ورد في هذا المؤتمر من بحوث وأفكار ورؤى ومداخلات يمثل حياة كاملة تأخرت 5 قرون. أهلا بكم إلى واحة الجلسة الأخيرة الممهدة للجلسة الختامية والتوصيات، آملا أن تتميز هذه الجلسة ببحوثها وباحثيها، فتكون الجلسة الماسية لهذا المؤتمر المبارك. ولعلني أبدأ بالجزائر، فلها في القلب 1,000,000 حب وحب، لندخل في مساحة مهمة غفل عنها الباحثون. بحثنا الأول في هذه الجلسة لفارس من الجزائر، الدكتور قندوز ماحي من جامعة تلمسان في الجزائر، وبحثه بعنوان حركة التحقيق وإخراج التراث عند علماء العراق في العصر الحديث. تفضل سيدي، فالمنصة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج همومنا يا أرحم الراحمين. أشكر لإخواني وسادتي في هيئة علماء المسلمين بالعراق هذه الثقة التي وضعوها فينا لنقدم جانباً من جوانب إسهامات علماء العراق في العصر الحديث في خدمة الثقافة ونشر تراث الأمة. وإن الحديث عن جهود علماء العراق في تحقيق التراث وإخراجه والعناية بالتأليف والنشر يشكل صعوبة لكبيرة من وجهين. الأول، أني مسلم جزائري حديث السن والأسنان، لا تسعفني تجربتي مع التراث أن أطلع على كل ما كتبه جهابذة علماء العراق، وأن لي ذلك، ولم ييسر الله لي زيارة هذا البلد الطيب لأطلع على مكتباته وخزائنه وجامعاته ودور الثقافة والتراث به. وقد عات الاستدمار الأمريكي الصهيوني والطائفية القبيحة والسياسة العمياء فساداً ونهباً وإحراقاً في الموروث الحضاري العراقي، وإلى الله المشتكى. العامل الثاني، لامتداد التاريخ الكبير لعلماء العراق وحضارتهم الضاربة في عمق التاريخ، والقصور الذي نجده نحن المغاربة في تتبع جهود العراقيين في شتى مجالات المعرفة، لولا أن يسر الله لنا سبل الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة واحتكاكنا في بعض المجامع برجالات هذا البلد المبارك وعلمائه الأخيار، خاصة في مجالات خدمة التراث وتحقيقه والدعوة إلى الله عز وجل، ولولا ذلك لما وصلنا من خبرهم شيء. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، تجدونني أنحت في الصخر وأسبح في اليم بعدة وعتاد متواضع لا ينجيني من الغرق في بحر علوم وإنجازات رجالات العراق وأفضالهم على العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء، فأقيل عثراتي واستر عوراتي وأسعفوني بالنصح والإرشاد، عزائي في ذلك محبتي لإخواني من أهل العراق وهم يذوقون ويلات الاحتلال ومآسي التهجير والإبعاد والحرمان عن من الوطن والأحبة والإخوان. فبحثي كما أحببته أولاً أو أردته هو جهود علماء العراق في خدمة التراث، إلا أن اللجنة العلمية الموقرة القائمة على الملتقى اختارت لي جزئية أو نصحتني بجزئية، يعني بعد التشاور، في الفهارس والأثبات والكشافات والمعاجم والمجلات التي تخدم التراث الإسلامي.
فسأعطيكم مجموعة من النماذج للكشافات. أولاً أبدأ بالفهارس والكشافات، فمن النماذج التي كتبها العراقيون في هذا الباب أولاً المخطوطات المصورة في المكتبة المركزية ببغداد، عده الدكتور حسن رضا النجار، وضم أو بلغت عدد مصورات من مخطوطات حوالي 973 مخطوط، ويشمل أو يشتمل على 103 من المواضيع. النموذج الثاني مخطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة للأستاذ مخايل عواد، فقد كلفه المجمع لاطلاعه على المخطوطات وكفاءته العلمية وصبره الطويل بفهرسة مخطوطاته، فقام بوصف حوالي 735 مجلداً مخطوطاً قوامها 1013 كتاب ورسالة. والكتاب هذا أنا وجدته موسوعة علمية، فما ترك مخطوطاً إلا قام بترجمة صاحبه والتعريف به، فأي واحد يريد أن يحقق مخطوطاً فهذا الكتاب يفيده كثيراً، يعني علم ومعرفة وإحاطة بصاحب أو بأصحاب المخطوطات. حتى قال عن هذا الفهرسي أو الفهرس: إن من يرغب في تحقيق أي مخطوط من هذه الخزانة ونشره فلا يكلف نفسه تهيئة دراسة بشأنه، فسيجد في هذا الفهرس المستفيض ضالته المنشودة. كذلك من بين النماذج الآثار الخطية في المكتبة القادرية في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد من إعداد الدكتور عماد عبد السلام رؤوف، وهو في جزئين، وذكر حوالي 1544 مخطوط، وهو وصف أو فهرس وصفي شامل للآثار الخطية الموجودة بهذه الخزانة. كذلك من بين النماذج قبل أن نذهب إلى في عدنا خزانة مخطوطات إبراهيم عطار باشي المهداة إلى دار صدام، أعده الأستاذ أسامة ناصر نقشبندي، وعدنا فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد من تأليف الأستاذ عبد الله الجبوري أمين مكتبة الأوقاف ببغداد. كذلك من النماذج التي وقفت عليها فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف بالموصل إعداد سالم عبد الرزاق أحمد، وهو يتكون من 9 مجلدات، 9 مجلدات كبيرة في مختلف يعني مختلف المخطوطات التي تحويها هذه الخزانة. هناك كذلك مجموعة من الفهارس الأخرى كفهارس المخطوطات السريانية في أبرشية دير مار متى بنينة والعراق، مخطوطات الخزانة العزية في بغداد تأليف عزيز العلي العزي، فهرس وصفي لمخطوطات مكتبة كلية البنات جامعة بغداد تأليف الدكتور رزوق فرج رزوق، وفهرس مخطوطات دير الآباء الكرمليين ببغداد، مخطوطات الأعشاب الطبية في خزانة مكتبات العراق لهدى شوكة بهنام، وهناك أدلة وفهارس كثيرة يعني أقتصر على بعضها. ننتقل بعد ذلك إلى كشاف المخطوطات والأدلة المعرفة بالنفائس والنوادر، فنعثر على أقدم أو كتاب أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم منذ صدر الإسلام حتى 500 هجري الموافق لـ 1106 ميلادي من تأليف كركيس عواد عضو مجمع العلمي العراقي. كذلك يعني عندنا جمهرة المراجع البغدادية، وهو فهرس شامل بما كتب عن بغداد منذ تأسيسها حتى الآن جمعه الأستاذ كركيس عواد. كذلك من النماذج المخطوطات التاريخية في خزانة كتب المتحف العراقي ببغداد من إعداد نفس الأستاذ كركيس عواد، وكتاب خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة 1000 للهجرة من تأليف كركيس عواد، وقد دعاه إلى كتابة أو جمع هذا الكتاب هو استقصاء ما انتهى إليه من أخبار تلك الخزائن منذ أقدم العصور حتى الآن. المجلات التي ربما مجلات كثيرة، أنا لا أخفيكم سراً أني مع مجلة المورد يعني كأني أسبح في بحر طويل، تتبعتها من أولها إلى آخر أعدادها فأرهقت كثيراً يعني، فتمنيت لو أنه كانت مداخلتي حول مجلة المورد، ولا أستطيع أن أوفيها حقها، فهي من المجلات يعني الرائدة في خدمة التراث والمخطوطات في العراق وحتى في العالم العربي والإسلامي.
يقول عنها الدكتور محمود الطناحي وهو من المحققين المصريين، وعن وزارة الثقافة والإعلام صدرت مجلة المورد وهي مجلة تراثية فصلية تعالج شؤون التراث وقضاياه وتنشر من نصوصه ما تطيقه طبيعة المجلات الفصلية، وتعد هذه المجلة أرقى مجلة عربية تعنى بشؤون التراث منذ ظهور الطباعة العربية إلى يوم الناس هذا. وحسبها فضلاً ورفعةً أن شيخ العربية محمود محمد شاكر أهدى إليها كتابه برنامج طبقات فحول الشعراء الذي نشر في صفحاتها. صدر أول عدد أو العدد الأول والثاني منها سنة 1971، وتوالى صدورها إلى زماننا، وفيها أقلام كثيرة. أنا قمت بجدول أحصيت فيه المقالات المتعلقة بالتراث، حيث كان هناك محور للأبحاث والدراسات التراثية، ومحور للنصوص التراثية، ومحور للفهارس المخطوطات، ومحور لعرض ونقد وتعريف. وذكرت يعني عدد المقالات التي كانت في كل محور من هذه المحاور لأعداد بعينها، يعني سنة 1971، 73 و74. وكانت بين الحين والآخر تصدر أعداد خاصة، يعني بالمتنبي مرات تصدر بمثلاً بالخط العربي الإسلامي، فكانت تصدر أعداد خاصة بمواضيع معينة. عندنا مجلة التراث الشعبي، وإن كانت يعني ليست متخصصة في المخطوط، ولكن من باب التراث، لأن التراث عندنا التراث المادي والتراث غير المادي، كذلك من أقدم المجلات ولعلها الرائدة في العالم العربي والإسلامي وحتى في العالم الغربي، مجلة سومر التي تتعلق بالتاريخ والآثار، ولقيت اهتماماً كبيراً من طرف المختصين في العالم العربي والإسلامي. كذلك عندنا مجلة المسكوكات العراقية، وهي مهتمة يعني بالمسكوكات أو بالقطع النقدية، صدر أول عدد منها سنة 62. عندنا مجلة كذلك مجلة التراث العربي، وقبلها مجلة آفاق عربية، وكذلك مجلة إحياء أو مركز إحياء التراث العربي في جامعة بغداد، وهي كذلك من المجلات الرائدة في العالم العربي والإسلامي لنشر التراث. وهناك مجلات أخرى يعني لم أتطرق لها، فقط في عنصر أخير جهود علماء العراق في خدمة التراث من خلال كتب مناهج التحقيق وطرائقه وقواعده، فنجد أن المكتبة العربية والإسلامية قد يعني استفادت من عدد كبير، لعلهم كانوا من الرواد في تحقيق التراث، الدكتور الأستاذ هلال ناجي محاضرات في تحقيق النصوص، الدكتور بشار عواد معروف تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ، وله كتب كثيرة ومحاضرات في هذا الشأن. كذلك الدكتور مصطفى جواد له محاضرات، الدكتور مصطفى جواد ونشرت باسم آخر أصول التحقيق وتحقيق النصوص، الدكتور صالح أحمد العلي ملاحظات حول اختيار المخطوط وإعدادها للنشر، والدكتور طه محسن في أصول التحقيق العلمي وطبع النصوص، الفاضل عثمان وتوفيق النقيب المخطوطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستها، كذلك منهج تحقيق النصوص ونشرها للدكتور نوري حمود القيسي، أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه، وهو نص التقرير الذي وضعته لجنة مختصة في بغداد في 20-21 أيار 1980، إلى جانب عدد يعني لا يستهان به من الكتب والمؤلفات التي تعلمنا قواعد التحقيق. في الدقيقتين المتبقيتين لي أقول في خاتمة هذا البحث، لا يسعنا ونحن نختم بحثنا حول جهود علماء العراق فيما يخص خدمة التراث في باب الفهارس والأثبات والمعاجم والمجلات، أن جهود علماء العراق والباحثين من أرض الرافدين أن نسجل مدى الإعجاب والانبهار بالرصيد الثقافي والعلمي الذي خلفته حضارة بلاد الرافدين، وإن كنا قد ركزنا في بحثنا على جانب ضيق من إسهاماتهم في خدمة التراث من خلال الفهارس والكشافات وتأسيس المجلات ونشر المقالات المعتنية بالتراث والمخطوط، فإن أفقاً واسعاً وشاسعاً فتح أمامنا، وذلك من خلال ضرورة التركيز على تاريخ العراق في جميع جوانبه العلمية والثقافية
والسياسية من أجل الاستفادة من هذا الموروث الضخم حفظاً لذاكرة العراق وأهلها من الضياع رغم المحن والإحن والمنغصات التي يمر بها تاريخ العراق المعاصر. أيها السادة، إن الشعوب الضاربة في التاريخ لا تموت بين ليلة وضحاها، حتى إذا وهنت وضعفت جعلت من هذا المدد الحضاري والشهود العلمي سبباً للرقي والازدهار. ودونكم الأيام الحالكات والسنون العجاف المقفرات التي ضربت أمتنا وحضارتنا، ما كانت تزيد المسلمين إلا تمسكاً بدينهم ورجوعاً لأوطانهم بالبناء والازدهار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق والصواب، ورد لأهل العز عزهم ولأهل الكرامة كرامتهم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً لكم دكتور قندوز ماحي، أجدت وأفدت واختصرت. أما فارسنا الثاني فهو أشهر من نار على علم، خبر وسائل الإعلام والصحافة كتابةً وتحليلاً، وله ظهورٌ إعلاميٌ مميز، متخصصٌ في الترجمة. هو صاحب كتاب جدار بغداد المترجم إلى الإنجليزية، هو اليوم بيننا ليتحفنا ببحثه الترجمة في العراق وآفاق المعرفة في العصر الحديث. تفضل أستاذنا الدكتور وليد الزبيدي، فالفضاء لك. شكرا جزيلا على هذا التقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة العنوان اللي ذكر السيد رئيس الجلسة يعني أنا اخترته، وأنا يعني وقعت في فخ صدق يبدو لنفسي. فكان العنوان للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المبارك. فبعد اختيار العنوان كما هو معروف لدى السادة الباحثين، يبدأ العمل على إنجاز مضمون يفي العنوان حقه. ولكن عندما أجد خيمة العراق هذا البلد، اصطدمت بأمر آخر، أنني عندما أتحدث عن الترجمة يجب أن أتحدث عن اللغات التي يتحدثها العراقيون، وفي كل لغة هناك ترجمة، وهذه الترجمة بهذه اللغة لها روادها ولها تاريخها ولها كثير من الإبداع بين كتب مترجمة من وإلى هذه اللغة. فلم يقتصر الأمر على اللغة العربية، والأمانة العلمية وأمانة البحث كما تعرفون حضراتكم تقتضي أن يكون متن البحث متطابق مع العنوان. فعندما قلت الترجمة في العراق، علي أن أبحر في الترجمة بكل اللغات الموجودة في العراق. وهذا كان طبعا أمر شائك وصعب، وربما تكون هناك ثغرات في هذا البحث بهذا الجانب لسببين. السبب الأول أن الترجمة بكل اللغات بدأت قديما وإن كانت بسيطة، وأيضا هناك السبب الثاني ضعف واسع في مصادر الترجمة. من بين ما وجدته معبر وفيه طرافة في تعريف أو الذهاب متى بدأت الترجمة، هناك باحثة متخصصة باللغات هي سونيا فردوس تعيد بداية الترجمة كما تقول. بدأت الترجمة عندما تفاعل الزوجان الأولان مع بعضهما البعض، وهذه أيضا حقيقة يعني فيها توقف كثير، يعني اللغة كيف بدأت للمرة الأولى وبأي لغة، وهل كان الاثنان يتحدثان بلغة واحدة. وبعد ذلك اتسعت حركة الترجمة، وكانت في بداياتها في اللغات الرئيسية التي تعد على أصابع اليد، ولكن وصلت الترجمة إلى جميع اللغات في العالم كما تعرفون حضراتكم، حتى هناك لغات لا يتحدثها سوى مئات أو أعداد أقل من هذا الأمر. وصل الأمر بالترجمة إلى طفرة كبيرة، ويمكن القول خلال العقدين الأخيرين حصلت الترجمة الآلية التي نقلت الترجمة من احترافية صرفة وفيها تخصص وصعوبات
إلى عملية لكثير من القطاعات من الناس حتى في الاطلاع على المعارف والثقافات، فكانت أكثر شيوعاً وانتشاراً. أنا وضعت فرضية في بداية البحث قلت فيها، لم أقرأ يعني مثل هذه الفرضية ويقول فرضية: كيف سيكون حال البشرية لو لم تكن هناك ترجمة، لو كان العالم لم يدخل أو يدخل قضية الترجمة، كيف كان حال البشرية، العلوم والمعارف؟ أنا أعتقد بأن يعني بدون ترجمة كان العالم منعزل والعالم ضعيف، لأن التلاقح الحضاري والفكري الذي حصل منذ بداية الفكر في البشرية إلى البروزة طبعا في الفكر اليوناني في أرسطو تلك الفترة، ومن ثم الذي حصل، ونحن نتحدث عن الحركة العلمية والفكرية في العراق، أن الترجمة أوسع عملية ترجمة نشطة وممنهجة كمشروع حصلت في العصر العباسي كما تعرفون حضراتكم. وعندما حصلت تأسس بيت الحكمة في عهد أبو جعفر المنصور وتبنى الخليفة المأمون مشروع الترجمة، تحولت المسألة إلى مشروع بعيد الأمد ومستقبلي، ونقلت الكثير من المعارف اليونانية وأيضا الفارسية والهندية في الفكر يعني من الشرق والغرب إلى الفكر العربي إلى اللغة العربية، ما أتاح فرص واسعة أمام المهتمين والمثقفين للإطلاع، والإطلاع أيضا له ميزات كثيرة، يعني تفتيح الأذهان وفتح آفاق معرفية لمعارف كثيرة وفلسفات. أيضا يعني الأمر لم يقتصر على الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية فقط، الذي حصل أيضا أن ترجمت الكثير من المعارف أيضا من العربية إلى اللغات الأخرى، وهناك اعترافات كثيرة وشهادات من قبل مفكرين ومثقفين وفلاسفة تؤكد فضل الفكر والثقافة والحضارة العربية على الحضارة الأوروبية والفكر الأوروبي. ومن بين هذه الاعترافات ما قال فيه الفيلسوف والشاعر الألماني جوتا من أن الفكر العربي أثر تأثيرا كبيرا على الغرب. الحقيقة يعني هذا الموضوع كثير الحديث فيه، ولكن حركة الترجمة في العراق قلنا بأنها بدأت في العصر العباسي، وحالها حال يعني الفكر والثقافة والاجتماع، دخلت في يعني هبوط وسبات بسبب الظروف السياسية التي كانت. فليس فقط في اللغة العربية، عندما راجعت اللغات الترجمات الأخرى الكل يتفقون المؤرخون أنه بعد الغزو المغولي في 1258 لبغداد والعراق تأثرت كل الحركة الفكرية والثقافية، سواء كانت السريانية والمندائية والتركمانية والكردية والعربية وغيرها. القرن العشرين شهد انتقالة واسعة طبعا في موضوع الترجمة، لأنه حصل انفتاح كبير في التعليم وفي بعد ذلك الجامعات والمعاهد، أيضا إرسال البعثات إلى الدول الغربية، هذا ساهم أيضا في تنشيط حركة الترجمة. هناك من يطلق أيضا بالمناسبة على نوع من الترجمة بأنها خيانة، يعني بعض الأدباء والمفكرين والشعراء يحرمون ترجمة الشعر لأنه يقولون ترجمة الشعر خيانة. يعني الفترة الزمنية اللي حددها القائمون الكرام على هذا المؤتمر أنه حتى عام 1980، فهنا واجهنا مشكلة أنه أهم حركة للترجمة في العراق يعني حركة مؤسساتية حصلت بالضبط في عام 1980، يعني تأسس دار المأمون للترجمة أطلقت في عام 1980،
وهذه كانت من الدور النشطة جدا يعني خلال عقد الثمانينات، نشرت الكثير من الكتب وبجميع اللغات العالمية يعني من وإلى هذه اللغات، وكان يعمل في هذه الدار 77 مترجم. بعد ذلك في 95 تم إعادة تفعيل بيت الحكمة بقرار من الحكومة رقم 11 لعام 1995، وكان طبعا بيت الحكمة اسمه في السابق خزانة المعرفة وأصبح بيت الحكمة. هذا ما يتعلق بالترجمة في اللغة العربية. في اللغة الكردية هناك وثائق يذكرها مترجم شاب وأيضا نشط كردي السيد العاصي أرشد العاصي، أنه 401 قبل الميلاد وجدت وثيقة تؤكد أن هناك ترجمة حصلت بين الفكر من الفكر من اللغة اليونانية أو اللاتينية إلى اللغة الكردية، وهناك طبعا تصاعد كثير. السنوات طبعا العقود الأخيرة بدون شك حصلت حركة واسعة للترجمة، ولكن أيضا علينا أن نتوقف عند فترة مهمة، وأن نتحدث عن الترجمة وعلاقتها بالفكر إن شاء الله. فترة التسعينات بسبب الحصار القاسي المعروف الذي فرض على العراق أثر سلبا على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك حركة الترجمة، وغادر للأسف بسبب هذه الظروف الكثير من مترجمين العراق، كما غادر أساتذة في مختلف المجالات المعرفية الأخرى خارج العراق طبعا طلبا للقمة العيش. من يبحث في الترجمة في السريانية وفي الكردية والتركمانية والمندائية يجد الكثير من المنجزات، وهذا أمر مهم جدا. يعني لا يفوتني أنه نذكر التاريخ أن هناك جزء من أعمال أرسطو ترجمت إلى العربية في بيت الحكمة وفقد أصلها في اليونان، فأعيد هذا العمل من خلال النص العربي. كذلك كتاب كليلة ودمنة أيضا فقد أصل الفارسي وأعيدت ترجمته من اللغة العربية. شكرا جزيلا وأعتذر عن الإطالة. شكرا لكم أستاذ وليد زبيدي. بهدوء الخبير حدثتنا، فالشكر الجزيل على هذا العرض المكتمل. مسك ختام هذه الجلسة باحث متمرس أخذ قيادة الدرس والعلم من أصوله، إنه الأستاذ المساعد الدكتور عدنان عبد القادر الهورماني، أستاذ في كلية العلوم الإسلامية جامعة السليمانية العراق. وبحثه في مؤتمرنا جاء بعنوان خطوات رقمنة مخطوطات الأسر العلمية ودورها في حفظ التراث، فليتفضل بإلقاء بحثه مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الراقي، معالي الأمين العام والقسم العلمي بشكل خاص. الله أسأل لكم جميعاً دوام التوفيق لمزيد من التألق والعطاء. أحبتي الكرام، أنتم تعرفون أن سبب انعقاد هذا المؤتمر هو إحياء الذكرى 16 لتأسيس الهيئة. إذن كثر الله أمثال مناسباتكم لنتعرف أكثر ونتشرف برؤية هذه الوجوه النيرة المباركة. عنوان بحثي
خطوات رقمنة مخطوطات الأسر العلمية ودورها في حفظ تراثنا. قبل ما أبدأ بذكر محتويات البحث والهدف من كتابته وإبراز أهم النتائج والتوصيات، أحب أن أحكي لكم قصتي مع موضوع مشروع الرقمنة. مشروع جر وترقيم المخطوطات لمكتبات بعض الأسر العلمية يرجع إلى العام 2000، عندما كنت أكتب بحث التخرج بعنوان فصل المقال في تفسير الخال، وهو بحث لدراسة تفسير القاضي الشيخ محمد الخال العضو العامل في المجمع العربي الأردني نهاية السبعينات والحائز على جائزة وسام المؤرخ العربي لنشره كتاباً باسم حلقة مفقودة من تاريخ البصرة. وجدت بيت ابنه في السليمانية الأستاذ الدكتور محمد الخال وهو الآن متوفي، وقمت بدراسة ما يتعلق بالخال. وما لفت نظري وأوقع في قلبي حب هذا المشروع رؤية مكتبته الضخمة المليئة بالمخطوطات النادرة، وطلب مني ابن الخال أن أساعده يومياً على جر وترقيم المخطوطات مرة أخرى. ثم بعد هذه المكتبة الراقية تعرفت على مكتبة العلامة الشيخ، هذه صورة الشيخ محمد الخال وهذه صورة العلامة الشيخ عمر القرداغي من العلماء الأجلاء في كردستان العراق. وبعد هذه المكتبة الراقية تعرفت على مكتبة العلامة الشيخ عمر القرداغي، وبعد القيام بوضع فهرس بدائي لمخطوطات مكتبته حققت إحدى مخطوطاته باسم المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ، وهي من أدق وأتقن المؤلفات في جمع وترتيب آراء متأخري السادة الشافعية. وفي العام 2009 تعرفت على مكتبة ثالثة مليئة بالمخطوطات النادرة، وهي مكتبة العالم الرباني الشيخ عبد الله السرستاني أبو عمي. بعد سرد هذه القصة للمشروع، آن الأوان لذكر الهدف من كتابة هذا البحث. الهدف الأول حب الباحث بموضوع المثاقفة التراثية لتشجيع النشء الجديد على ولوج لجج التراث وخدمته تعريفاً وتحقيقاً. والهدف الثاني مسح المخطوطات الموجودة في مكتبات الأسر العلمية وتقديمها للباحثين والمهتمين بتحقيق التراث. والهدف الثالث أريد أن أبرهن على أهمية هذا الموضوع لنقر بأن مجدنا وعزنا يكمن في تراثنا الذي حظي بالعناية الربانية واللطائف الإلهية عبر القرون. والآن انظروا إلى هذا المسكين المرغمسي تحت أوراق المخطوطات. وأما محتويات البحث فتكون وفق الخطة الآتية: المبحث الأول نبذة مختصرة لحياة السرستاني والخال وابن القرداغي، وهذا المبحث يترصد سيرتهم العطرة وجهودهم الجبارة مع ذكر مؤلفاتهم المخطوطة منها والمطبوعة. والمبحث الثاني مخصص لفهرس هجائي لأهم المخطوطات الموجودة في مكتبة هؤلاء العلماء الكبار. وقبل الختام كتوصية أطلب من القسم العلمي لهذه الهيئة المباركة أن يتواصلوا معنا تواصلاً تكاملياً وتكافلياً لنخرج من محنة الطابع الفردي المتعب إلى منحة الطابع المؤسساتي المثمر، ولنجمع الجهود الفردية من هنا وهناك لإنشاء مكتبة إلكترونية رقمية للمخطوطات الموجودة في مكتبات الأسر العلمية. وأطلب أيضاً أن نساهم جميعاً في إحياء تراث هذه الأمة بكل الوسائل الممكنة، لأن المخطوطات ليست مواداً متحفية تعرض في المناسبات، بل هي منارات لاستعادة مجد أمتنا. وأخيراً
أثناء جلسات المؤتمر رأيت موقفين أدخلا في قلبي السرور. الموقف الأول مداخلات مولانا المفضال الدكتور حسن يشو وإعادته مقولة الإمام السخاوي: من ورخ عالما فكأنما أحياه. شجعتني هذه المقولة على إتمام هذا المشروع المبارك إن شاء الله تعالى. وأسألكم أن تطلبوا الله تعالى أن أكون واحدا منهم. والموقف الثاني حينما ناداني أستاذنا الدكتور مثنى الضاري بأبي الرقمنة، فرحت جدا بحصولي على هذه الكنية وهذا اللقب، وقلت الحمد لله لم يذهب جهدي سدى، وبذلك أكون قد انتهيت من عرض هذا البحث. وأسأل الله العلي القدير أن يوحد صفوفنا ويوفقنا لأن نصل أمسنا المجيد بيومنا الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقا إن الرقمنة ممدوحة، فلم يكلفني حتى ورقة التذكير بانتهاء الوقت. شكرا لكم دكتور عدنان عبد القادر الهورماني على هذا العرض الرقمي الفصيح الواضح. نفتح الآن باب المداخلات ونبدأ أولا بالدكتور إبراهيم الحسان. كل الجلسات ممتعة، وفعلا مسك الختام. سؤالي للدكتور عدنان إلى أبي الرقمنة عن أسرة الخال، هل هذه الأسرة البصرية أم التي هي في كردستان؟ نحتاج إلى توضيح، فهناك أسرة علمية كذلك تمتلك مخطوطات ومكتبة كبيرة في البصرة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. يعني الحقيقة أنا ما عندي سؤال، لكن عندي مداخلة بسيطة وإضافة بسيطة. الأخي الأستاذ وليد الزبيدي اختار موضوعا جميلا عن الترجمة. هذا الموضوع عندما تحدث عن دار المهمون الحقيقة يعني أحسست كم هو محرج في هذا الموضوع، لأنه عام 1980 عندما تأسست دار المامون فعلا بدأت حركة الترجمة بطريقة أخرى. لكن أريد أن أقول حقيقة من عام 656 هجرية 1258 الميلاد بعد دخول المغول إلى بغداد سقطت كل آثار الترجمة، من ضمنها الترجمة كل العلوم يعني استهدفت، من ضمنها الترجمة. كانت هناك بيوت للترجمة. طوال هذه السنوات كانت الترجمة حالة فردية، يعني ليس لدينا حتى عندما في عصرنا الحديث بعد تأسيس الجامعات لم تكن لدينا أقسام متخصصة بالترجمة، كانت لدينا أقسام متخصصة باللغات. لدينا قسم للغة الإنجليزية والكردية والفرنسية وهكذا بالنسبة للغات، لم يكن لدينا قسم للترجمة. لذلك كنا نعاني عدد المترجمين في العراق الذين نأمل أن ينقلوا لنا علوم الآخرين، مثل ما كانت في عصور سابقة علوم الآخرين من الرياضيات، وينقلوا من العربية إلى اللغات الأخرى، وينقلوا من اللغات الأخرى. لم تكن هذه موجودة. الحقيقة ربما نشطت هذه وازداد أعداد المترجمين، وبالذات أنت تعرف يعني أستاذ وليد والجميع يعرفون أن هناك ترجمة فورية وترجمة يعني عادية. بعد يعني في عام 77 إلى 77 أرسلت وفود كثيرة إلى خارج العراق بسبب مؤتمر القمة اللي كان يعقد، مؤتمر عدم الانحياز في العراق عام 1980. لهذا الغرض أرسل العديد من الطلبة الخارج لدراسة الترجمة، دراسة ماجستير ودكتوراه في كل اللغات، فعادوا لكن ألغي المؤتمر. لكن زاد لدينا أعداد المترجمين ودخلوا في بيت الحكمة وغيره ودار المأمون، وبدأت حركة ترجمة حقيقة جيدة. لكن هذه خارج الزمان اللي حدد المؤتمر. فالحقيقة كانت قبلها يعني خلال هذه الفترة العقود كانت الترجمة فردية غير مؤسساتية، الدولة والأنظمة لم تكن تعتمد عليها. أقصد من عام 1258 ميلادي 656 للهجرة وما بعدها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور رافع. الدكتور سعدي الجميلي. سؤالي للدكتور قندوز، يبدو أنك خلط أو وقع عندك خلط عندما قلت الدكتور عبد الله الجبوري،
فهناك عبد الله الجبوري، عبد الله بن أحمد الجبوري هو الذي تقصده، صاحب الفهارس والذي عد فهارس مكتبة الأوقاف ومكتبة المجمع العلمي العراقي، وهو اختصاص اللغة العربية، وهو الأديب المشهور. وهناك دكتور عبد الله محمد الجبوري من أسرة الملالي التي تكلم عنها دكتور ثامر البراك البارحة، هذا مختص بالعلوم الشرعية، فوقع عندك خلط، أظهرت صورة دكتور عبد الله محمد الجبوري وهو ليس المقصود، وإنما المقصود صاحب اللغة العربية، وجزاك الله خير. شكرا لكم. الأستاذ عامر العقيدي. ودي أولا أن أشكر مسك الختام الذي تكلم، أشكره لصوته الدافئ ولسلامة لغته، ونحن كعراقيين نفرح بهذه اللغة لأننا أهل البصرة والكوفة، وحق علينا أن نكون ورثة لهذه المدرسة، فشكرا لك على هذا الإلقاء. الأمر الآخر هي مداخلة لو سمحتوا لي. كان الظن أن هذه الفترة التي حددت الظن فيها عدم وجود مصادر أو علماء لا أقول يستحقون الدراسة، وإنما كان الظن أننا سنتعب كثيرا لإيجاد شيء نقدمه في هذه الفترة، والحقيقة أن هذا كان صحيحا لأننا لم نبحث، لكن عند البحث وجدنا أكثر من 70 بحث قدم وقدم هذه المرحلة، وجاء هذا المؤتمر مناسبا في وقته وزمنه، لأن هناك من أراد بعد احتلال العراق أن يميت العراق تاريخا وحضارة وفكرا، لكن هذا المؤتمر بسعة حضوره و سعة أبحاثه القيمة المقدمة أثبت أن هذا البلد لن يموت بإذن الله تعالى، وأن هناك من العلماء الذين لا زالوا أحياء لهم من الكتب والمؤلفات والأعمال ما يستحق كل عراقي وعربي ومسلم أن يرفع رأسه لمثل هذه الإنجازات. فشكرا لمن عقدوا المؤتمر ولأصحاب الفكرة، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تكون سلسلة طويلة أطول من سلسلة أهل الحديث في كل سنة متجددة، لأن العراق يستحق منا أكثر من ذلك، وبارك الله فيك. مداخلتي فيما يخص ترجمة المخطوطات وتحقيقها، أحب أن أضيف نقطة لعل يعني نتمنى أن تتوجه أنظار الباحثين إلى الدول الإسلامية الغير عربية. فمثلاً عندنا في الهند هناك في جامعة واحدة، في جامعة ملية الإسلامية، 4000 مخطوطة عربية لم تحقق لحد هذا اليوم. فنتمنى من الباحثين أن يوجهوا أنظارهم إلى هذه الدول، وكذلك في تركيا عندنا أيضاً نفس القضية. فهناك أمامنا تحديان في هذا المجال، التحدي هو إسلامي عربي عربي وإسلامي عربي غير عربي، يعني بمعنى أن هناك مخطوطات في البلاد العربية لم تحقق، وهناك مخطوطات في بلاد إسلامية غير عربية أيضا لم تحقق. فيا حبذا لو تتوجه أنظار الباحثين إلى هذا المجال، ففيها من الفائدة والعلم الكم الكبير إن شاء الله لو حققت ودرست، لأن هناك من العلماء المسلمين الغير العرب الكم الكبير والفائدة الجمة في هذا المجال. هذه هي مداخلتي، وشكرا. شكرا لك. الدكتور أحمد المحمدي. شكرا. أنا في حقيقة عندي إضافة لما تفضل به الدكتور وليد الزبيدي فيما يتعلق بموضوع الترجمة وجهود العراقيين بالترجمة بالقرن 20. حقيقة لو أردنا أن نجمل ونجمع كل الشخصيات العراقية والأكاديمية الذين ابتعثوا إلى بلاد الغرب وبالأخص إلى بريطانيا، ومن ثم جلبوا المعرفة، معرفة الترجمة،
بالإمكان أن لو أجملنا كل الذين الجهود التي بذلت في ما يتعلق بحقل الترجمة من جهود الدكتور بهنام أبو الصوف والدكتور سعد محمد وكل الذين ابتعثوا في كل التخصصات في سواء كان في علم الآثار أو في العلوم السياسية أو في الطب أو في الاقتصاد، لو جمعناها كلها ممكن أن ترقى إلى مستوى الترجمة التي كانت تبذل في بيت الحكمة آنذاك. فمن المهم أيضا أن نركز على هذه، صحيح أنها جهود فردية لكن بمجملها تشكل عملا مؤسساتيا كبيرا ينبغي أن يحظى بالرعاية والعفو باللفت النظر إليه. شكرا جزيلا. الدكتور حسن يشو. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر موصول للسادة الكرام على المنصة بدون استثناء، والموضوع الذي تم التطرق إليه هو بين التحقيق والترجمة، ما يدعو إلى وضع دليل للرسائل العلمية والأطاريح لما أنجز في الحركتين العلمية والفكرية، ثم وضع معجم لأعلام العراق في العصر الحديث، ثم فهرس ووضع تكشيف للمخطوطات، وأن نحيل طلابنا في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه إلى اختيار المخطوط المناسب للتخصص. فأقول إن التحقيق ينبغي أن يحسن اختيار الموضوع أو المخطوط لأن فيه أولويات كثيرة، فلا نعنى بالمخطوط التافه أو الذي لم يتعرض لصلب العلم ومتينه، لأن الساحة في المكتبة العربية والإسلامية توجد مخطوطات قيمتها ضعيفة، في حين المخطوطات المهمة ما زالت أسيرة للظلام. فيه منهجان، المنهج الذي يثقل كاهل المتن والنص المحقق، فحين تقرأ الكتاب المحقق يأسرك المحقق، فأنت تقرأ صفحة الأولى والثانية فأنت تريد أن تقرأ الذي تم تحقيق الكتاب له. فلذلك الرجاء في المناهج، مناهج التحقيق، أن نخفف على كاهل النص المحقق وأن لا نثقله بالتعاليق. أنا عندي الحديث إذا أخرجه البخاري خلاص، فلماذا الذيول الطويلة في المعاجم وذكر المسانيد وما إلى ذلك؟ محنة المخطوط، المخطوط تعرض لمحنة، وأنتم لا يخفى عليكم في العراق بيت الحكمة والدجلة والفرات حتى تغير لون النهر وقيل اتخذ جسرا، وأيضا عندنا في الأندلس لما أحرقت المكتبة، المكتبة واللي معظمها مخطوطات لم ينجو منها إلا سفينة واحدة، هذه السفينة اللي نجت هي الموجودة في دير الأسكوريال على بعد 50 أو 60 كيلو من مدريد. أخيرا في الترجمة، لابد من تطلع من اللغتين، لغة المخطوط واللغة العربية المترجم إليها، لأن أي خلل يلقي بظلاله القاتمة ويضعف المخطوط، لأن المحقق ينبغي أن يكون على وعي ناضج بما يحققه حتى في التصرف بمراعاة المقاصد. على سبيل المثال الحصر، في بلاد الخليج الحارة دائما يستعمل أثلاج صدري لأنه في حر دائم، ونقول إن فصل الصيف يطول فيحتاج إلى الثلج وكذا، فهي تعبر عن فرحة وابتهاج أثلج صدري، لكن الكلمة لا تؤدي معناها
حقيقة في سيبيريا وفي البلاد فنلندا والسويد لما تقول الثلاجة صدرهم دائما في حاجة إلى دفء، فالمترجم لابد أن يعنى بهذا. أخيرا، فبعض الهنات التي وقعت، نقول الهنات أفضل من الهنات، الهنات التي وقعت في بعض كتب بعض المترجمين الذين تصدروا للترجمة، وأنا كنت كتبت في بعض التدوينات، واحد لما علق على ابن لبون، ابن لبون في الإبل، فهو تحت كتب لم أعثر على ترجمته كأنه ابن خلدون أو ابن زيدون. واحد علق على كتاب في الفروع الفقهية، العجب، في الفروع الفقهية كتاب الطهارة قال رفع الحدث، وهذا مسكين المحقق جاي كتب تحت الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، شو رفع الحدث مو الحديث المر يعني المرفوع. وثم أيضا في كتاب في الشمائل واحد لما حققه يعني وقف على حديث كان سيفه صلى الله عليه وسلم حنفيا، يعني نسبة إلى قبيلة حنيفة في اليمن، يعني هذا السيف أصله من هناك، هو لما ترجم يعني حنفية نسبة إلى أبي حنيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف من يعني أبي حنيفة. فلذلك بعض الهنات الكبرى التي تضعف التحقيق، أحببت أن أشارك فقط يعني على هامش. شكرا لكم دكتور. الله يحفظكم يبارك. الآن إلى الدكتور مثنى الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين. شكرا للمنصة رئيسا وباحثين، فعلا كانت جلسة ماتعة وأعطتنا يعني ثقة كبيرة بأن هناك عمل جاد وحقيقي في مجالات مختلفة لتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها هذا المؤتمر، وهذا أمر مبشر. ليس لدي شيء مع أبي الفهرسة ولا مع أبي الرقمنة، عندي مع أبي الترجمة فقط ملاحظة. الكلام في الترجمة يثير الأشجان ولا سيما في العراق، ومداخلة الدكتور رافع أضاءت جانبا من ذلك. تأخر الترجمة في العراق مشكلة مزمنة، وقد ضاعت كتب كثيرة وجهود عظيمة لكثير من علماء العراق وكتابه وباحثيه بسبب عدم الترجمة. والترجمة هذه المرة ليست لكتب غربية أو كتب شرقية كتبت بلغات أخرى ونريد أن ننقلها إلى العربية، وإنما جهود أبناء العراق ممن ذكروا الآن كالدكتور بهنام أبو الصوف والدكتور سامي سعيد الأحمد في مجال التاريخ والآثار فضلاً عن غيرهم. ولذلك أضرب بمثل ذكر قبل في جلسة من الجلسات يوم أمس، وهو الدكتور عبد الله النقشبندي رحمه الله. الدكتور عبد الله النقشبندي رسالته للدكتوراه في عام 59 في بريطانيا في لندن في أصول القانون وأصول الفقه، عن أصول الإجماع أو نظرية الإجماع في الفقه الإسلامي. هذا الكتاب لم يترجم إلى العربية إلى الآن ولم يرى النور إلى الآن، وتذكر عندما نأتي في كتب تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه ويأتي مبحث الإجماع نستشهد بكتب عن الإجماع كتبت كرسائل جامعية ونوقشت في الأزهر وفي غيره في الستينات وفي السبعينات وأصبحت معالم لهذا الاتجاه، ولكن هذا الكتاب متقدم عليها وبحث في جامعة غربية وقارن بين أصول الفقه في الإسلام الذي يقول عنه أصول القانون كما قال الأخ الباحث عن الدكتور عبد الله النقشبندي. فنتوقع أنها دراسة مقارنة تثبت أن أصول القانون الغربي هي نفسها أصول القانون أو أصول الفقه الإسلامي، وهذا مبحث عظيم لم يترجم. وأنا هنا أتحسر على هذا الموضوع، لماذا؟ لأن هناك تجربة أخرى للأسف قد يتأثر التاريخ ويكتب بصيغة غير صحيحة بسبب تأخر ترجمة أو طباعة كتاب. مثال على ذلك وأختم به، كتاب الخلافة للدكتور عبد الرزاق السنهوري كتب في فرنسا في الربع الأول من القرن العشرين ولم يترجم إلا في وقت متأخر من قبل الدكتور توفيق الشاوي وزوجته التي هي ابنة الدكتور السنهوري. على مدى عقود كان يقال بأن السنهوري له موقف يشابه موقف علي عبد الرازق
من النظرية السياسية في الإسلام والنظام الحكم في الإسلام، وأنه كان ضد موضوع الخلافة، بينما كتابه بعد أن ترجم أثبت العكس تماما. إذن كم كتب من كتابات على مدى عقود تعطي انطباع غير صحيح بل خاطئ بل كاذب، أقولها بصراحة عن الدكتور السنهوري. فإذا كتاب الدكتور عبد الله نقشبندي وغيره من كتب ورسائل الجامعية لكثير من العراقيين الذين درسوا في بريطانيا في الغرب عموما لم تترجم إلى الساعة، لم يترجموها هم لأنهم انشغلوا بأعمال أخرى، ولكن أين طلبتهم؟ أين الباحثين؟ أين نحن؟ فهي يعني إشارة من الأستاذ وليد الزبيدي فتحت جرحا عميقا. بارك الله فيكم، السلام عليكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور. الآن دكتور عبد المنعم. الأستاذ الدكتور قندوز ماحي، لا أعرف في البحث ربما مذكورة ولم تذكرها، فهرس مخطوطات مكتبة الموصل للأستاذ سالم عبد الرزاق، إذا لا توجد عندك فهي مهمة أن تضيفها. طيب، فهرس مكتبة السليمانية محمد محمود أيضا موجودة. من المحققين العراقيين الذين أغفل أو لم يذكروا الدكتور حاتم الضامن رحمه الله، وهو من المحققين المعروفين، كذلك الدكتور محي هلال السرحان له محاضرات وله تحقيقات مهمة، والشيخ وكذلك الدكتور أحمد مطلوب رحمه الله. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، أود أن أشير إلى مسألة الحركة العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث. هناك حلقة أو حلقات مفقودة ينبغي أن نتنبه إليها وأن نركز البحث عنها. صحيح أن الحركة العلمية والفكرية في العراق تأثرت تأثرا كبيرا بعد احتلال بغداد من قبل التتار القبائل غير الهمجية، على ما تذكر كتب التاريخ، القبائل غير الهمجية، تأثرت بغداد تأثرا كبيرا في هذا الاحتلال. ولكن عباس العزاوي رحمه الله في كتابه أو في كتبه يشير إلى فقرة مهمة ونقطة جوهرية، أن الحركة العلمية والفكرية في العراق وفي بغداد على وجه الخصوص لم تنطفئ جذوتها رغم هذا الاحتلال. فبعد يومين أو ثلاثة أيام بدأت المدارس العلمية تفتح أبوابها ودروس العلم تعمل كما كانت، وربما تأثرت قليلا، لكن الحركة العلمية لم تتوقف أبدا. نعم تأثرت، وهذا ما ينبغي أن نبحث عنه. ثالثا وأخيرا، الدراسات عن المدارس الدينية في العراق دراسة لرجل واحد من الصعوبة بمكان أن تكون دقيقة، ولذلك أرى أن كل محافظة ينبري لها باحث أو باحثان يتسمون بالمنهجية والجدية، ما يعتمدون فقط جالس في البيت وعلى النت ويشربتها ويجيب لنا المدارس ويلزقها، لا، لابد أن تكون هناك دراسة ميدانية حقيقية حتى نخرج. هذه حركة علمية فكرية سيكتب التاريخ عنها، أما هكذا تلطش وتمشي على السريع ما ينفع. إذا أردنا أن نخرج بحوث علمية دقيقة لابد أن ننزل إلى الميدان، سواء تاريخ علماء مدينة أربيل، تاريخ علماء مدينة السليمانية، وهكذا البصرة، بغداد، والمدارس نفس الأمر، ينبري لها باحث ثلاثة أربعة ميدانياً يدونون ويكتبون، ثم بعد ذلك تجمع هذه البحوث لترسم لنا ملامح مهمة من صورة
الحركة العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث، وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم دكتور عبد المنعم. الآن نختم المداخلات بمداخلة الدكتور أحمد عواد الكبيسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن هيئة علماء المسلمين في العراق تأبى إلا أن تكون متميزة، فكما تميزت خلال السنوات الماضية 16 من عمرها في الجوانب السياسية والفكرية والدعوية والثقافية، ها هي اليوم تتميز في الجانب العلمي. والحق فإني أحضر لأول مرة في مؤتمر علمي تقيمه الهيئة رغم قربي منها. أقول لقد عشت، وأظن أن الجميع يوافقني، لقد عشنا في هذه الأيام الثلاثة يعني أجواء علمية متميزة. هذا المؤتمر كان متميزا بحق بكل ما لهذه الكلمة من معنى. لقد حضرت مؤتمرات علمية متعددة داخل العراق وخارجه، صدقا وليس مجاملة لم أرى مثل هذا المؤتمر تنظيما وإعدادا وحضورا متميزا. وأظن أيها الإخوة أن توفيق الله سبحانه وتعالى قد أحاط بهذا المؤتمر والقائمين عليه وبالمشاركين فيه. الشكر، كل الشكر لهيئة علماء المسلمين ممثلة بأمينها العام فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري، والشكر موصول لقسمها العلمي الذي تحمل عبء هذا المؤتمر، وبقية الأقسام، أقسام الهيئة المؤازرة أيضا الذين جميعا كانوا كخلية واحدة، كلهم بذل وما بخل وقدم ما يستطيع من أجل أن يخرج هذا المؤتمر كما رأيتموه. حقيقة أكرر، أنا أعيش منذ 3 أيام بحالة من النشوة والفرح والسرور العلمي والوجداني، إضافة إلى النشوة الوطنية والإسلامية أيضا لما رأيت وشاهدت من بحوث متميزة ومن قامات علمية متمكنة. جزى الله خيرا الجميع لما يحبه ويرضاه، وجمعنا دائما وأبدا على محبته في الدنيا، وجمعنا هناك عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإلى مزيد من المؤتمرات العلمية الهادفة والنافعة. والسلام عليكم. اللهم آمين. شكرا لك دكتور. الآن أعطي الباحثين دقيقتين لكل منهم ليدلي بما عنده، ولنبدأ بالدكتور قندوز. شكرا للأساتذة الأفاضل على حسن الإنصات وعلى الأسئلة أو الملاحظات التي تفضلوا بها. حقيقة أنا في بداية مداخلتي ذكرت الدكتور سعدي أنه في أشياء ربما عن أهل العراق لا أعلمها، ومن بينها الصور. أنا دخلت إلى محرك البحث فبحث عن هذا الأستاذ عبد الله الجبوري فطلعت لي هذه الصورة. إن شاء الله ما أكون أخطأت في باقي الصور الأخرى أني كنت موفقا فيها. نعم، فجزاك الله خيرا على التنبيه. كذلك الأستاذ أو أستاذنا حسن يشو، فقط أنا وقع في سمعي ثقيلا قولك للمخطوط تافه، فيعني ليس له قيمة كبيرة، ليس له ربما شأن عظيم، ولكن يعني نتنزه أن نقول عن العلم أو حتى ولو كان مخطوطا ربما يوافقك في بعض المخطوطات المتعلقة بالشعوذة وبالسحر وكذا، هذه أمور يعني لا نقبلها، لكن في باب العلم. كذلك مسألة الذين يتصدرون لتحقيق المخطوطات وليسوا أهلا لها، ما أكثرهم؟ يعني الآن صار كثير من تجار المخطوطات
يذكر اسمه فوق حققه وخرج أحاديث وعلق عليه، وبالداخل تجد من الطامات ما هو كثير، وهذه حتى ربما أنا أشرت إليها في سياق كلامي. بعض الإخوة من المشرق لما يحققون كتب المغاربة يقعون في أخطاء، ونحن من أهل المغرب عندما نحقق بعض كتب أهل المشرق نقع في بعض أخطاء، لأننا لا نعرف ضبط علمائهم ولا بعض الأسماء أو ما إلى ذلك. الآن فقط مثال واحد حتى لا أطيل، احنا عندنا في المعيار المعرب والجامع المغرب في ذكر فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس الونشريسي، بعض الكلمات لا يعرفها إلا أهل المغرب، ومرات كلمات خاصة. مثلا أعطيكم كلمة هيدورة، هل يجوز الصلاة فوق الهيدورة؟ فالهيدورة عندنا مصطلح عام، هو جلد الغنم، جلد الغنم أو البطانة أو لا أدري كيف تسمى في العراق يعني هذا. فالآن إذا كان واحد من أهل المشرق يحقق يحتاج إلى أن يسأل أهل المغرب. ورحم الله شيخ شيوخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، كان إذا استغلق عليه فهم كلمة لمخطوط مغربي كان يراسل علماء المغرب من المغرب الأقصى أو الجزائر أو تونس برسائل ويستفسرون في هذا الموضع. تقريبا هذه المسائل. في المسألة الأخيرة أنبه عليها، أن الله عز وجل كفل الحفظ لأمته بعلمائها وبرجالها وبمدوناتها، وأثبت التاريخ على مر قرونه الممتدة أن هذه الأمة لا تموت لأن الله عز وجل كفل لها الحفظ. فكل ما حدث من المآسي ومن الحروب ومن إحراق المكتبات والمخطوطات وغيرها إلا ويبعث الله عز وجل في كل جيل من يعيد ومن يحيي هذه المخطوطات التي مات. نحن في بلاد المغرب ما ترك الموحدون المهدي بن تومرت وجماعة عبد المؤمن بن علي كتابا في الفقه المالكي إلا أحرقوه، من بينها المدونة، المدونة للسحنون، حتى أن أهل المغرب أرادوا أن يكتبوا نسخة فما وجدوا نسخة مخطوطة فكتبوها من حفظ وإملاء أحد علماء فاس، أملاها حفظا. فلما جاءوا بنسخة من الأندلس قالوا لما قابلوا بينهما ما وجدوا بينهما فرقا إلا في واو أو ثم وهذه الروابط. فالله عز وجل يحفظ هذه الأمة ويبعث فيها من الرجال ومن النساء من يعيدون لها مجدها وعزها، وسبيلنا في ذلك والتمسك والوحدة والالتجاء إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وأنا أؤيد كلام أستاذنا الكبيسي، حقيقة بعض الملتقيات نحضرها سواء في بلادنا أو في خارج فلا نحس فيها بركة العلم ولا نحس فيها بركة الاستفادة، لكن مؤتمركم هذا دون مجاملة ولستم ممن نجاملهم يعني استفدنا فيه علما وحكمة وخيرا وجمعا لكلمة المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجازيكم عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لك، شكرا لكم. أريد أن أقول لكم شيئا يعني ما يتعبني كثيرا. بعض المخطوطات موجودة داخل كارتونات هكذا، وفيها مخطوطات كثيرة ونهايتها كلها ناقصة، وعندما تقوم بالمتابعة لا بد من المحقق أن يعرف العلم، هذه المخطوطة كتبت في أي علم، ولون الورقة، والمخطوطات أنتم تعرفون صفحاتها وأوراقها غير مرقمة، كيف تعرف أن تجمع ورقات المخطوطات؟ في نهاية الورقة مكتوب كلمة مكتوبة، هذه الكلمة مكررة في الصفحة القادمة. يعني في بعض الأحيان عندما أقوم بمتابعة بعض الفهارس يقول الناسخ كذا والتأريخ النسخ مجهول لنقصان نهايتها، وعندما تقوم بالمتابعة وجمع المخطوط هكذا تجد أن المخطوطة ليست ناقصة وإنما متبعثرة ومتناثرة داخل علب وكارتونات هكذا، وتجمع أنا جمعت بعض المخطوطات هكذا. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا لك دكتور عدنان. في نهاية تطوافنا هذا في الرقمنة والترجمة والتحقيق نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجلسة. شكرا لكم على حسن المشاركة، نلقاكم بعد استراحة قصيرة في الجلسة الختامية والتوصيات وتوزيع الدروع والهدايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.